أشكر موقعكم مقر الذي ذهب على تتبع الشأن المحلي مدينة طنجة، وكذلك شكر موصول لكم سي عبد الله على هذه الاستضافة من أجل تبيان حقائق مهمة على مستوى بعض المواضيع التي يناقشها المجتمع في مدينة طنجة. فعلا دار نقاش مستفيض وذو شجون حول ما سمي بالدعم الذي قدمته جامعة طنجة لتنظيم تظاهرة ديال الجاز في قصر الفنون. ولن لا يجب أن نعزل أي موضوع على السياقات التي جاء فيها إذا كنا ننظر من زاوية المسؤولية التدبيرية ومن زاوية المسؤولية التي تمليها أو يمليها علينا مستوى مدينة طنجة في السياقات والرهانات المستقبلية اللي تفرضت على هذه مدينة طنجة. أولا المسألة ديال ترشيح مدينة طنجة جاء من طرف سيد الرئيس ديال الجماعة على أساس أنه هذه التظاهرات تنظم دوليا وتشارك فيها 80 دولة. طبعا تم ترشيح المغرب وكان عاد ترشح مدينة ديال الرباط، ولكن بتدخل السيد عمدة مدينة طنجة مع السيد الوزير واقترح عليه ترشيح مدينة طنجة، وبالتالي تم قبول هذا الترشيح ديال المدينة ديالنا. هنا إذا الفلسفة اللي مشينا فيها على أساس أننا نقدموا ترشيح مدينة طنجة، هنا يتعلق المسألة ديال الدعم، باش نجيو الدعم ونعملوا له الأرضية ديال التداعيات اللي جا من أجل هذا الدعم. إذا تم الترشيح ديال مدينة طنجة اللي بقات في صراع مع دولة الهند، واحد المدينة ودولة الهند، وبالتالي فازت مدينة طنجة، وهذا ربح كبير على مستوى المدينة فيما يخص الترويج للمدينة. هنا اليوم أنا ملي كنقول عن نظموا طنجة وحنا اللي طلبنا يعني طلب ديال الترشيح ديال المدينة ديالنا، إذا خصنا نكونوا من المساهمين في الدعم ديال هذا تنظيم التظاهرة. هذه المسألة الأولى. ثانيا ما ننسوش أننا سنستقبل 80 دولة كاملة التي يعني تتابع التظاهرة ديال الجاز. 80 دولة عتجي، وكل دولة فيها 51 فرد اللي كيمثل الصف ديال ديك الدولة. إذا إذا ضربنا 80 في 50 راه كتعطينا تقريبا 4000 زائر. هذا خاص عيب الدول، ناهيك عن مثلا المتعاطفين مع مثل هذه المهرجانات. إذا هذا ربح كبير بالنسبة للمدينة، واللي طلبونا كوزارة على أساس أننا نوفر لهم مرشدين سياحيين، إذا غتكون واحد الحركية سياحية تجارية اقتصادية على مستوى المدينة. هذا من جهة. من جهة ثانية هو أنه اليوم تحت لنا الفرصة أننا نعرفوا على افتتاح لقصر الفنون اللي الساكنة كما كتنتظروا، لأن هذه معلمة قيمة ذات مواصفات عالمية. اليوم النقطة الثالثة هو أنه يمكن أن نحظى برعاية سامية في حين زيارة مثلا هذا المهرجان من طرف إما صاحب الجلالة أو لا يعني ولي العهد، لما لا. إذا هذه التداعيات كاملة والسياقات ما يمكنناش نظروها من زاوية ضيقة على أساس أن نربطوا 5 مليون درهم مع مثلا حفرة في مدينة طنجة، مع عصر مالية مدينة طنجة، لأن الحفرة في مدينة طنجة الحمد لله اليوم ملي جاء مشروع طنجة الكبرى باعتماد ديال 800 مليار ما عملتوش الجماعة، وبالتالي احنا إذا واش كانت هنا أن مالية الجماعة يعني تستدعي أو لها من المؤهلات ما يمكن إنجاز المشروع ديال مدينة طنجة، مشروع طنجة الكبرى؟ لا. إذا السياقات كانت تفرض علينا يعني نشوف هذه المنحة، خصوصا أن التنظيم سيكون في شهر 4 والدورة عنا العادية كتكون في شهر 5، وبالتالي كانت هذا هو الاستثناء وهذا هو الوقت اللي دعانا، خصوصا أن هذه الشراكة تمت من طرف جوج مؤسسات أخرى اللي هي الجهة والعمالة، اللي بقت مدينة طنجة هي اللي طلبت الترشيح، وبالتالي ما يمكنش أنها تعمل دورة وتعقد دورة استثنائية من أجل، لأن الربح هو مرة يكون مادي ومرة يكون لا مادي في إطار أننا
أنا الربح ديالي هو أنني نخلق واحد النوع ديال الانتعاش، خصوصا أنني مقبل على تنظيم أكبر تظاهرة دولية هي تنظيم المونديال، وهذه أرضية من أجل ربح هذا القطاع. فيما يخص البناء في منطقة ديال غابة راميليت، ولأن هذا الملف كان من الملف اللي ظهر على مستوى الساحة التدبيرية في مدينة طنجة، واللي ترتو بعض الجمعيات الفاعلة في هذا الميدان البيئي ونتمن ما قامت به، وكذلك نشجع مثل هذا المراقبة من طرف الهيئات المدنية للفعل المدني، وبالتالي ما تم القيام به هو من المحرمات بالنسبة لنا كمدبرين للشأن المحلي في هذه المدينة. الإشكال هو أنه لما تم إثارة الموضوع قامت الجماعة بإرسال لجنة مختلطة تضم تقنين من الجماعة وكذلك من الولاية والمقاطعة على أساس الخروج إلى عين المكان، ويعني رصد المخالفات اللي كانت تما، وأدلى صاحب المشروع برخصة على أساس أنه يعني تم يعني أخذه للرخصة من أجل بناء السور. يعني دار واحد المحضر من خلال من طرف اللجنة المختلفة التي قد يتوفر على رخصة حسب قرار ديال اللجنة، خصوصا انه تم الترخيص لها حسب محضر ديال اللجنة من طرف المقاطعة. هاد يعني اللجنة قامت بمحضر معين، وبالتالي تم توقيف الأشغال بناء على أنه لا يمكن الترخيص لمثل هذه الممارسات والبناء في ملك غابوي، وإن كان ملكه من ناحية العقارية ولكن يبقى هو ملك غابوي. الإشكال في الغابة درميلات هو أولا كان يتعلق بتصميم التهيئة، لأنه الإشكال كان في نسبة البناء داخل ديك الفضاء اللي كان محدد 5%، يعني أي ممتلك لعقار داخل ديك الغابة له الحق بأن يبني واحد 5% من الملك ديالو من المساحة ديال العقار. هذا كان إشكال اللي احنا عملنا على تجاوزه، خصوصا في تصميم التهيئة ديال المقاطعة من كذا، من أجل الضرب على جميع الأيدي التي يمكن أن تتطاول على ملك غابوي اللي هو ملك للجميع. وهذا الفضاء احنا عملنا مشروع مهم جدا تم على أساس أنه عملنا على نزع الملكية ديال تقريبا 2600 هكتار في الفضاء ديال الغابوي، وهذا هذه بادرة مهمة. علاش عملناها؟ أولا لنسد الباب على تطاول على ذلك الملك من جهة، ثم أن نجعل منه منتزه طبيعي من أجل ساكنة مدينة طنجة وزوارها. هي اللي طرحت على مستوى المدينة خصوصا في رمضانيات طنجة. أولا لا يمكن أن نعزل الموضوع عن سياقه التي أتى فيه، وهو السياق بكل مصداقية وبكل صدقية يمكن أن نقول هو أنه في رمضانيات السنة الماضية كانت الجماعة هي التي نظمت رمضانيات بشكل ذاتي، وخصوصا تحت إشراف السيدة النائبة المحترمة التي تشرف على قطاع الثقافة. فيعني لمسنا وبوضوح واحد النوع ديال التقاطع والتضارب ما بين رمضانيات جوج المنظمة من طرف هذه الجمعية اللي هي مؤسسة طنجة الكبرى، وما بين يعني البرنامج التي نظمته الجماعة،
فيما يخص اولا تظرف في اختيار مثلا المرافق العمومية المعتمدة في هذه الرمضانيات، كذلك من حيث التوفير ديال الطاقم البشري واللوجستيكي. ارتعلنا هو انه في هذه السنة ان نجمع ما بين مثلا تنظيمين إن صح التعبير، ما بين الجامعة يعني برنامج الرمضانيات التي قامت به الجامعة بشكل ذاتي والرمضانيات اللي قامت بها المؤسسة، وارتعينا على أنه مثلا في إطار تشاركي نعملوا رمضانيات اللي شفتوا كما تنظم الجامعة بشراكة مع هذه المؤسسة باش ما يكونش ديك التقاطع وديك التضارب في البرنامج، ولكن مع الاستمرارية في البرنامج طفى على السطح نقاش حول إقصاء جمعيات المجتمع المدني في المقاطعات الأربع. هذا أولا يعني جعلنا أننا نحط في باب المسؤولية، فعلا كان هناك تقصير في إطار إشراك جميع المجتمع المدني في مدينة طنجة، ولكن هنا أعطانا واحد إشارة عن أننا سنعتمد مثلا في السنة المقبلة إن شاء الله برنامج متكاملا يعني منوعا يضم جميع الفاعلين في التنشيط الثقافي والفني بمدينة طنجة من مجتمع مدني في جميع المقاطعات الأربع، ويكون مثلا تحت إشراف المدينة ديال الجماعة ديال طنجة واللي غتوزع مثلا الدعم اللوجستيكي والبشري على هاد الأسرة اللي كنعتبرها انا أسرة يعني أسرة متكاملة، باش نكونوا اولا نمشيو في ديك سياسة القرب وسياسة الجوار، وان التنشيط ما يكونش مقتصرا على مقاطعة دون اخرى، ويكون التنشيط انه توزيع مجالي محكم في اطار متناسق، وانه مثلا يتوشي ويسيب لي تلك المواطن اللي في اقصى المدينه. انا ما ندخلش في نوعيه الصراع اللي تمت، علاش؟ لانه انا كمسؤول اداري ما يمكنش ان ندخله من غير المنطق اللي ذكرت به، هو انني قلت شنو هو السياق اللي جعلنا اننا نتعاملوا بالطريقه اللي كاين عليها اليوم، وشنو هو مثلا الإشارة اللي تعطتنا من طرف المجتمع المدني، وأنا أتمن بحرارة على ما قامت به يعني منظومة المجتمع المدني لا في مكادا ولا في مقاطعة مروة، واللي كنت من بين المؤطرين في العدد من الأمسيات اللي تنظمت هناك، كان يعني علّوا علينا السقف إن صح التعبير في مجال تنشيط الثقافي والفني، واللي كانت أمسيات يعني في المستوى وباستدعاء شخصيات مهمة، وكان فيها واحد النوع من التنوع على مستوى المواضيع المتداولة، وأنا عجبتني الفكرة على أساس أننا سنشتغل مستقبلا أننا نشوف إشراك الجميع، لأن لا مناص من الإشراك إذا أردنا أن ننجح في أي عمل. هو فيما يخص المسألة ديال التموقع ديالنا والارتسام ديالنا من كل طرف وفي أي موضوع، أولا يحكمها المنطق والموضوعي، لا يحكمها المحاباة أو جلب للخواطر. في الوقت اللي مثلا كنا في سياق صراع بين الأطياف السياسية المشكلة للتحالف، كان هناك كل يبني تقديره وتقديراته على معطيات لديه، وبالتالي كنا نبدو أننا دخلنا في صراع مع السيد العمدة فعلا لسياقات معينة وفي سياق معين تحكمه عدة تداعيات. هذا ما بعد يعني ذلك السياق تم الجمع واحد الجلوس ديال التنسيقيات الحزبيه للاحزاب المشكله للتحالف، وعملوا على تجاوز ديك الاختلاف
وديك يعني ديك الاختلاف في الرؤى والتصورات حول التدبير والانفراد ديال جهة معينة دون أخرى. وبالتالي هاد الإخوان ديال التنسيقية جلسوا عملوا واحد الخطة ديال أولا عملوا على يعني تضميم الجراح ومن جهة، ثم كذلك تقريب الرؤى والتصورات حول تدبير يعني يشوبه منطق الإشراك ومنطق، لأن احنا في تحالف وبالتالي يجب أن نشرك في كل التفاصيل التي تهم تدبير الشأن المحلي بين الطائف. من لي الإخوان أنهم عملوا واحد برودكسيون خريطة الطريق على أساس أنه نتجاوزوا ديك الخلافات ونتجاوزوا وتكون يعني نستحضروا المصلحة ديال المدينة أولا، ثم المصلحة ديال المواطنين ديال المدينة ثانيا، على أساس أنه لا يمكن أن نسعى في هدر الزمن السياسي في هدر الزمن التنموي بالنسبة للمدينة التي حضينا بالديمقراطية التمثيلية فيها. إذا يمكن أن كما نقول بعض المرات أننا كنا قاسيين، ولكن هو ما كناش قاسيين، لأن ما يمكنش أنك تجلس على أساس أنك تراجع ذاتك وتراجع القرارات ديالك إلا بعد أنك تدخل في الجهة اللي خصك تدخل فيها على أساس أنها تهيئة عيد النظر فيما تقوم به. فيما يخص السلطة، احنا أولا الإشكال اللي عندنا هو بعض الاختصاصات، وهذا إرث، باش يكون واضح هذا إرث، خصوصا الاختصاص ديال مثلا الأسواق الجماعية وملاعب القرب وبعض الاختصاصات الأخرى اللي يمكن نتذكروا عليها. أولا الاختصاصات ديال الأسواق الجماعية ولا ملاعب القرب هي الاختصاصات الحصرية ديال الجماعة التراثية، وبالتالي هذا مثلا هذا قانون او لا، ولكن الواقع شيء اخر. ما ورثناه هو انه تم تدبير هذ القطاعين في المجلس السابق من طرف السلطة السياسي انذاك، علاش ما تدخلش انه يقوم بالاختصاص اللي كيخول القانون، هذا شأنه. ولكن ما ورثناه هو انه اليوم لدينا اسواق دبرت من طرف السلطة، الجماعة ما أعطتهم الاستفادة الأول، إذن ما عندنا حتى شي علاقة إطار قانوني يربطنا بهذه الأسواق، فقط حنا كنخلصوا الضوء والماء ديال ديك الأسواق اللي راه تقريبا أكثر من مليار ونص ديال استهلاك الماء والضوء، هذا رقم مهم جدا. فيما يخص كذلك ملاعب القرب، نفس العملية، وأنه تم التدبير ديالو من طرف السلطة كذلك، واللي تعطت الناس ما اشتغلوش على انه يمكننا نستفدوا بالفلسفه والمراد التي يعني تم من خلاله انشاء او اقامه هذه الملاعب. اذا هناك والادهى من هذا هو انه تحدث عنهم تقرير الاعلى للمجلس الحسابات مؤخرا انه انتقد التدبير ديال المرافق هذه، خصوصا انه ورصد انه لم يدبروا من طرف الجماعه، وكذلك ديك لامباكت الانعكاس والاثار الايجابيه من خلال الاستثمار في هذ القطاعين لم يتم ولم يحصل. اذا هذا هو النوع ديال اليوم انا كمدبر، واش عن قبل انني نعمل لا ريسيبسيون ديك الاسواق بالحاله اللي هي عليها، عنكون كنغامر واش نستقبلوا من نفس اللوائح التي تم اعتمادها، غنكون كنغامر. وبالتالي هي جمره، واش يعني نتحمل المسؤوليه وناخذها، وبالتالي ما يمكنش انني نرضي الاطراف اللي ما جبرتش ذاتها تما. ثانيا حتى اذا خديتها ما عنديش امكانيات على اساس انني نعمل لهم الهيكله بمنطق اخر، لا اعاده، ما نقدر نعمل لا اعاده الاختصاص يعني التخصيص، لانه اليوم انا احسق دابا حنا عملنا واحد المبادره من ناحيه ديغنوستيك تشخيص كامل لهذه الاسواق، على اساس جبرنا تقريبا كاين 30 سوق واحد 60 70% ما خدامهش جبر. اذا الحل بالنسبه لي 60% من اسواق طنجه ما خدامهش، يعني جاء الموقع التجاري ماشي، ما كانش، لان كاين اللي في مواقع كبيره، كاين في مناطق ما كانش خصها تكون تما،
اذا هذا ما يمكنش نبقاو على الاطلال. ولكن باش نعمل اعاده تخصيص يعني ننتقل من سوق نمشي مرفق عمومي اخر يكون مثلا في الصالح ديال ديك الحي او ديك الاحياء اللي كيتوجدوا في هذه الاسواق ما عنديش امكانيات. ثانيا شنو غنعمل مع ديك الناس اللي ديجا استفدوا؟ ما عنديش باش نعوضوا. اذا كاين اشكال حقيقي اليوم، غينا ان السلطات المحليه تاخذ معنا مبادره على اساس اننا نتجاوزوا باقل الخسائر هذا الموضوع. اولا هي المساله فعلا اننا صراحة قمنا به هذا ملاحظ تراجع ديال المنتخب راه واضح للعيان، وبالتالي ما افرزته اليوم الانتخابات في 8 شتنبر راه طرح اشكال على المستوى الوطني ماشي مدينة طنجة. وبالتالي اليوم المسؤولين راه منكبين على دراسة النموذج واش يمكن، لانه هذا النموذج وقع فيه واحد التجديد 90%، وبالتالي ما كاينش مكتسبات اللي يمكننا انها تواكب. شكون كتسول الحكومه؟ نذكروا الحكومه، كنذكروا على الداخليه، كنذكروا على المنظومه بصفه عامه، على اساس انه اليوم منكبه على دراسه هذا النموذج ديال اللي عطى اللي فرزته الانتخابات ديال 8 شتنبر، لانه عمل واحد الفراغ على المستوى التدبيري في المدن. هذا الفراغ الطبيعه لا تحتمل الفراغ، وبالتالي ما يمكنش ان السلطه تبقى في منأى عن تحقيق هذا الفراغ. اذا يجب ان تتدخل، وتتدخل هذا التدخل كيبان بانه على حساب الاختصاصات المخوله للمنتخب. اذا هنا غنبقاو في ديك الجدليه ديال من المسؤول، وهنا المسؤوليه هي متقاسمه. علاش؟ لانه ما كاينش واحد النوع ديال التاطير والتكوين على المستوى التدبير ديال الشان المحلي من طرف الاحزاب للمناضلين ديالو. لان اليوم اللي كتجيب واحد المسؤول حزبي او لا اي مناضل حزبي مثلا دخل في المنظومه ديال التدبير ديال الشان المحلي راه ما عندوش تجربه، ما مكونش، ما مأطرش، اذا عامل واحد النوع ديال الفراغ على مستوى التدبير. هذا الفراغ كتملؤ الداخلي، لان وهنا غنبانوا بان كنقولوا بان كاين واحد النوع ديال التراجع فيما يخص الاختصاصات. هنا ما كاينش تراجع، لان الاشكال اللي كاين دابا انا ملي قلت لك قبيله ذكرنا على قضيه ديال الاختصاصات ديال الاسواق والملاعب، انا كنشوف بان سياسي هو اللي خلى الاختصاصات ديالو. اذا هنا من هنا كيبدا التراجع، خصوصا هذا التراجع فين بدا مباشره مورا الفيروس ديال كورونا، لان المنظوم يعني كورونا يعني عملت واحد الواقع كان له تداعياته. وبالتالي في ديك اللحظه كان واحد النوع ديال التدخل ديال السلطه بشكل شمولي في جميع التحركات بما فيها الاختصاصات اللي كانت ديال المنتخبين، لان المنتخب هو جزء من المواطنين اللي تا هو رجع الى الساحه ديال الطوارئ فيما يخص كورونا، وبالتالي بقات الهيمنه في المشهد التدبيري للسلطه اللي بقات ماشيه في ديك المنحة. اليوم اللي جاو منتخبين بنفس العقليه، ما كاينش تجربه، ما كاينش كذا، شنو وقع؟ وقع نفس العمليه، بقات التدخل. ولكن أنا اليوم أثمن وأشد بحرارة على المسؤولين في الولاية اليوم وعلى رأسهم السيد الوالي، اللي لاحظنا بأن التدبير ديالو له طابع خاص يمكن أن يبدد لنا هذه الفكرة. لأنه علاش؟ اليوم السيد الوالي يقوم بدوره وباختصاصاته كما نص عليه القانون، وكذلك يخلي لك المجال اللي لك كمنتخب انك تزاول الاختصاصات ديالك في كل حريه.
انك تحمل المسؤوليه ديالك كذلك. وبالتالي انت كتشوف حتى ما كاينش واحد النوع ديال التنافسيه على المستوى الميداني اللي يمكن ان المواطن يشوف غير ديك المسؤول الترابي هو اللي كي يعني كيدور في الميدان والمنتخب فيه. زين اليوم السيد الوالي كيقول لك هذاك الدور ديالك نطقم به، قم بالاختصاصات ديالك كما انه هو يقوم باختصاصاته، نحن نكمل البعض في اطار انتاج سياسات عموميه. ما يمكنناش ننتقدوا لاننا حنا في موقع المسؤوليه التدبيريه، وبالتالي التدخل ديالنا حتمي، ما يمكنناش نتهربوا ونرجعوا الى الوراء. وبالتالي قمنا باجراءات، اولا عملنا تشخيص ديال هذه الاسواق، هي اللي قلت لك على اساس اننا رصدنا كل سوق شنو فيه شحال فيه بالنسبه اللي خدام، علاش ما خدامش، التداعيات اللي ما خدامش فيها، وبالتالي خرجنا على اساس انه جلسنا مع البشوات ديال كل منطقة واللي عنده أي سوق في التريتوار ديالو ذكرنا معاه، جلسنا رصدنا المسألة، عملنا واحد بطاقة تقنية لكل سوق. المخرجات الأخيرة هو أننا ننتظر على أساس، أنا مشيت في واحد الوطن مهم جدا قلت لهم الأسواق اللي خدامة ما كاين حتى مشكل أننا نعملوا لا ريسيبسيون ديالها بديك الناس اللي فيها، ونعملوا على إعادة الهيكلة ولا ميناجمون ديالها على أساس أننا نزيدوا نحسنوا من جودة الخدمات المقدمة، ونزيدوا كذلك أننا نخدموا بطريقة أحسن. ولكن الإشكال الحقيقي اللي جبرنا هو أنه السوق اللي ما خدمش ما يمكنش نعمل ريسيبسيون ديالنا بديك اللوائح، لأننا غنصطدم مع مئات بل آلاف ديال الناس اللي عايشين قلنا بالجماعة حقي حقوقي إلى آخره. وبالتالي أنا ما يمكنناش نتحمل المسؤولية، خصوصا أن دائما حنا عرفنا اليوم أن السياسي والمنتخب هو ديك السور الصغير اللي كيجيو ناخذوا عليه، وبالتالي إذا ناخذوا شي مسألة أو شي مبادرة تكون يعني فيها واحد النوع ديال تحمل المسؤولية لكل جهة قامت بالفعل. وبالتالي حنا ماشي في المنحة على أساس أننا غتكون مخرجات إن شاء الله اللي تكون مهمة، هي غتكون بعض فيها بعض يعني الإكراهات اللي طرحت، هي مسألة ديال احتواء هاد الناس اللي مستفدوا وما خدامينش، اما خصك تشوف لهم بديل اما الى اخره، وهذا كيتطلب شويه ديال الوقت. فيما يخص الملاعب اليوم خصنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا، وكذلك اننا نعيدوا النظر في الاتفاقيه المغرمه اللي كانت مع الجماعه اللي عطات التدبير من وزاره الشباب والرياضه، واللي مثلا انه خصنا نعملوا لا ريسيبسيون ديك شنو الولايه كانت هاد الاتفاقيه؟ الولايه السابقه. الولايه السابقه. اذا حنا خصنا نعملوا اعاده نظر في الاتفاقيه على اساس اننا نعملوا الاميناجمون ديال اعاده تهيئ ديال ديك الملاعب من جهه، ثم نعملوا دفاتر تحملات اللي مهمه واللي غتكون يعني فيها التزامات الاطراف اللي غيدبر الشان ديال ديك الملاعب، وكذلك مع الجامعه، لان اليوم خصنا نخرجوا او لا نمشيو مثلا في شركه التنميه المحليه من اجل التدبير ديال ديك القطاع، ويمكن عده حلول قانونيه. المشكل هو انه بغينا ان اي استثمار قامت به الدوله او قامت به الجماعه خصو يكون له اثار ايجابيه، واننا نحققوا من خلاله الفلسفه والمبتغى اللي كنا باغيين منه. باش نتذكروا على تنشيط رياضي بواحد الاعتماد اللي صرفته الدوله يناهز 29 مليار، ونشوفوا هذا الامباكت دابا، ما كاين لا تاهيل رياضي ولا جودة الخدمات، استغلال أنا كنسميه ريع رياضي، وقلت بعض الندوات كما أسمي أسواق التجارية هو ريع تجاري، يعني في منأى بعيد كل البعد على الفلسفة اللي تعطت من خلاله. وخصوصا لا استعاذ الله باش نذكر على مسألة مهمة، وأنا دائما كنقول في أي تدخل ديالي، هو أنه ميزانية مدينة طنجة لا تعكس حجم التجارة اللي فيها، حجم الاقتصاد، حجم السياحه، حجم البنيه التحتيه ديالها. اذا كانت الميزانيه ديال التكلفه ديال الموضع ديال الاسواق مليار ونص بالنسبه للملاعب قرب هيديك تاهي هيديك شي مليار مليار. اولا فيما يخص النقل الحضري ألزا مهمة، هذا الاختصاص تم نقله إلى مؤسسة التعاون البوغاز،
ولكن بما انني عضو في المؤسسه يمكن اللي بدلوي فيما يخص التمديد ديال العقد مع هذه الشركه. علاش؟ اولا العقد كان على وشك الانتهاء، وبالتالي كنا احنا عملنا على اساس اعطينا مكتب دراسات مع المصلحه الدائمه للمراقبه على اساس انجاز واحد الدراسه يعني مدققه ومفصله اللي يمكننا نتم التنقيح ونتجاوزوا الاختلالات اللي عرفها هذا القطاع في السنوات الفارطه ونحسنوا من الجوده ديالو. وبالتالي بغينا من خلال دراسه مهمه نرتقوا بما يسمى بالنقل العمومي. بغينا اننا بما اننا سنعيش في مدينه ستحتضن المونديال، في مدينه تكون مليونيه، بغينا اننا نطوروا منظومه النقل العمومي ومن تحسين جوده خدماته، على اساس ان بغينا جميع المواطنين انه يمتطوا هذا ما يسمى بالنقل العمومي، وكل شيء يخلي بحال كنا في اوروبا، كل شيء كيخلي السياره ديالو في الدار ديالو كيخرج على نهار السبت والحد، ولكن يعني كيعمل على مستوى تشغيل النقل العمومي. وباش توصل لهذا المبتغى خصك تجود من المرفق ومن النقل العمومي. اذا الدراسه كانت تعطل واحد 6 شهور، وما يمكنش ان الدراسه تبقى 6 شهور وتينا تفسخ العقد، ما يمكنش يبقى واحد الفارغ، وهذا الفارغ اللي يمكن يعود على الساكنه بالويل. واذا مشينا في اطار ما عندكش واش غتعطي في 6 شهور غتعطي شي صفقه انت واحد اخر، ما يمكنش. وهذا كاينه شركه اللي ديجا انها تحملت مسؤوليه في هذا الباب. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه اليوم الدوله فيما يخص الصفقات ديال النقل العمومي بغات تمشي فيما يخص شركات المواطن، شركات الوطنيه، هذه من جهه. ثانيا غتفرض على جميع الشركات اللي يمكن تنال الصفقه على اساس انها تشري الحافلات المغربيه، شركات مغربيه، وهذا المعطيات هذه مهمه جدا. اذا الملف ديال الدراسات غيتعطل واحد 6 شهور، وبالتالي عاد كيمشي مصادقه عليها من طرف وزاره الداخليه. اذا من اجل ملء الفراغ خلي عملنا تمديد الشركه على اساس انه نطمح في ان تكون الصفقه المقبله والعقد اللي غيكون مقبل غيكون في جوده عاليه، وتجاوزنا فيه جميع الاختلالات والسلبيات ديال الشركه اللي دبرت هذا القطاع في السنوات الماضيه. سمعت الملف اللي قلته مباشره لمجموعه البوغاز، وساهمت بطريقه او باخرى في اضعاف المجلس المنتخب اللي ما ناقش وما بداش الراي ديالو في هذا الموضوع. دابا هذه الشركه ديال شركه مؤسسه التعاون البوغاز دابا هي مؤسسه اللي عتدبر جميع الاختصاصات او القطاعات اللي كتجمع مجموعه من الجماعات. وبالتالي امانديس والنقل العمومي، اذا هذا اذا حنا عندنا واحد النقل العمومي مشترك مع جماعات اخرى، وبالتالي كاين حتميه نقل هذا القطاع او هذا الاختصاص الى مؤسسه التعاون، لانه يدبر بشكل شمولي في اطار الجماعات المجاوره للمدينه. اولا فيما يخص الميزانيه ديال مدينه طنجه، نشد بحراره على القسم الذي يشتغل في هذا الباب، وكذلك ميزانيه طنجه عرفت واحد الطفره واحد النمو ليس بهين، وبالتالي فيها التداعيات الاقتصاديه والماكرو اقتصاديه التي كانت تقف يعني حجره في باب يعني التطور ديال هذه الميزانيه. ولكن بالرغم التداعيات كلها عرفنا واحد النوع ديال النمو اللي هو مهم جدا، خصوصا ان في اول ميزانيه ديال هذا المجلس ارتأينا على انه رفعها بنسبه ديال النمو ديال 16%، وهذا ليس بالهين. وفي الابان كنا التقدنا يعني تلقينا انتقادات كبيره جدا على عدم صدقيه الميزانيه، مع قدروش نحققوا ديك التوقعات، ومع الاسف انه ديك الشيء اللي كنا رسمنا له كامل حققناه من خلال
والسنة اللي عقبتها كذلك عاود كانت النسبة ديال النمو واحد 6 ولا 7%. اليوم انتقلنا بواحد الميزانية في ظرف عامين ونص من 78 مليار إلى 103 مليار، وهذا شيء مهم جدا. يعني كان واحد النوع ديال النمو اللي هو ولكن يبقى يعني ليس في مستوى التطلعات، لا يعكس كما قلت قبيلتي، لا يعكس حجم الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة. وأولا الاختلالات على مستوى الميزانية هي اختلالات بنيوية. علاش؟ لأنه ملي كنتذكروا على التجارة في مدينة طنجة، اون فيل ميتروبول، اون فيل اللي كتعرف واحد النوع ديال السياحة، ملي كنشوفوا المداخل اللي يمكننا نجيبو من التجارة، ملي كنتذكروا على الحالة ديال الأسواق والطريقة، ملي كنتذكروا على كاسابلانكا أحسن سوق بنمط كراء قديم جدا اللي لا يتجاوز 30 درهم، ملي كنتذكروا مثلا على الأكرية على مستوى التجارة في جميع الأسواق ديال مدينة طنجة كتعدى شي 100 درهم. لا، إذا هنا هذه كافية باش نعطي واحد الارتسام سيء على مستوى أننا نرقوا بهذه المدينة فيما يخص المداخل. المسألة لأنه إذا شفنا ملي ذكرتي لي مراكش، مراكش سيدي عبد الله راه كتدخل غير من الركن ستاسيون كتدخل 5 مليار. أنا عندي واحد ضغط يعني تدبير مفوض اللي عطيته سوماجي فيما يخص الركن، هذه بداو في 2017 إلى اليوم الاعتماد اللي عندنا 46,000 درهم، 46,000 درهم، ماشي 46 مليار، 46,000 درهم. إذا هو كي دخل 5 مليار، أنا دخلت هذه 5 سنين دخلت 46,000 درهم، يعني ما دخلت والو. إذا هذا هو الاختلاف اللي كاين. ثانيا التنشيط السياحي مهم جدا تما في مراكش. الإشكال اللي عندي أنا شنو يعني طبيعة المداخل اللي كنشوفها، ومداخل ذاتية ومداخل محولة. أولا أهم المداخل الذاتية كان هو التعمير. اليوم التعمير، المداخل التعمير عبر المجالس هي مش كتراجع اليوم مؤخرا، يعني هاد السنوات يعني لسنا فارطة، ولا اليوم كاين واحد النوع ديال يعني الفتور والهبوط ديال المداخل ديال التعمير بواحد الطريقة غريبة جدا. اللي كندخل انا منه على المستوى الذاتي وواحد الرقم اللي كبير هو اللي كيمثل لي تقريبا 11% من الميزانيه، 11 مليار 12 مليار خاص بالضريبه على الاراضي العامه. هذه فلسفه في اطار البنيه ديال الميزانيه، هو انه فيها حيف وفيها ظلم وما فيهاش عداله جبائيه، انه هذاك اللي عنده الارض هو اللي غيخلص على هذاك التاجر، هو اللي غيخلص على هذاك اللي كينتج النظافه، هو اللي غيخلص على ديك المواطن اللي ما كيخلص الضريبه. هذا اذا هنا هذه هي الاختلالات البنيويه. كيفاش نعيدوا الصياغه ديالها؟ اولا كاين مساطر قانونيه اللي خصنا نمشيو فيها اعاده. وهنا كاين واحد المشكل ديال المشرع. انا اليوم ملي على مستوى النظافه تدي لي 43% من الميزانية، 43 مليار من 100 مليار. ها إذا أنا شنو هو الدخل ديالي في هذا الرقم؟ أنا لست منتجا للنفايات كجماعة، لست منتجا للنفايات. إذا 43 مليار أنا خصني نكون فيها أنترميديا، أنا خصني نشبرها من عند منتج للنفايات ونعطيها الشركة التي تعمل على جمع هذه النفايات انترميديير، وبالتالي ديك 43 مليار انا ما خصنيش نخلصها باش ما تكونش على حساب التنميه مليار. الاشكال اللي كاينه هو في بريلوكاتيف اللي دايره الدوله فيما يخص السكن. اليوم السكن الاجتماعي كامل معفي حيت عنده بريلوكاتيف قل من 200 درهم. هذا ماشي مشكل جماعه، ماشي مشكل المواطن، ماشي هذا مشكل الترسانة القانونية. اليوم عاد مؤخرا شفنا وزير الداخلية خرج كيقول لك بأن جماعات المحلية ما قدراش أنها تواكب قطاع النظافة من ناحية التمويل والمنتج، وهي غير منتجة. إذا هذه اللغة اللي كنتذكروا بها اليوم ذكر بها وزير الداخلية، ولكن خصنا نمشيو في المنحة القانوني على أساس أن إدماج الناس كاملين في النسق ديال الأداءات باش
ما تكونش على حساب، لان انا 43 مليار خصني نجمع 43 مليار او اضعف اللي مجمع من 30 ما نجمعش من 10 وتكون واحد 30 اخرى كامله خصني نزيدها على حساب التنميه في المدينه. اذا هذه هي الاشكالات من الناحيه القانونيه. خصنا اولا اليوم عملنا واحد برنامج المداخل، سميناه برنامج المداخل اللي غنتعبؤوا فيه مع الشركاء الاخرين اللي هما الخزينه العامه وكذلك مديريه الضرائب. اليوم عندنا اجتماع موسع على اساس يعني تجويد وتكثيف تنسيق بين هذه المؤسسات على اساس العمل على الاحصاء وكذلك على التحصيل ديال هذه الرسوم كامله، واللي من واحد الطريقه لان الاشكال اللي كاينه السي عبد الله باش نكونوا واضحين، واذا كان واحد الرسم عامر اللي كيجينا من الرسوم المحوله ملي كنصيفطوا للبريد، البريد ديال المغرب هو اللي كيعمل على توزيع الاشعارات للملزمين عن مثلا 2700 اشعار يقدر يوصل منه 10-20%. علاش؟ لان العنوانه ما كاينش اشكال اخر، هذا ما كاينش العنوان، وبالتالي اذا حتى ديك الملزم ما كيوصلوش الاشعار. اذا دابا اليوم عاود عملنا سياسه اخرى على اساس التنسيق مع هاد المؤسسات اللي ذكرت وكذلك مع السلطه من اجل ايصال ديك الاشعار بعد ديك الملزم على اساس عمليه تحصيل الرفع من المستوى ديالها، واذا رفعنا من عمليه التحصيل يمكننا الرفع كذلك من الميزانيه. نعم، وقضيه الاشكاليه اللي في طنجه باقي استخلاصه، كيفاش كتعمل؟ الباقي استخلاصه سيدي عبد الله اليوم وصل 3 مليار درهم، رقم خيالي. هذا اشكال كذلك متعلق بالترسانه القانونيه من جهه، وكذلك بتفعيل المنظومه المتداخله على اساس انه كل واحد يقوم بالدور دياله. اولا فيما يخص باقي الاستخلاص، وهي يجب عمليه تصفيه لباقي الاستخلاص. هل هو حقيقي؟ تصفيه الباقي الاستخلاص ليس حقيقي كله، وبالتالي عندنا واحد مليار ونص تنجد مليار، هذه ديون ميته. خصنا نعملوها إذن جميع المتداخلين على أساس أنه نعملوا تصفية ديال هذا، وهذه التصفية تحتاج إلى قوانين وترسانة قانونية من أجل يعني اتخاذ القرار، لأن شكون اللي يقدر يزول ديك الملزم واخا يكون قديم من باقي استخلاصه؟ كاين متداخلين اللي كنعرفوهم، وبالتالي خصنا الاشتغال على هذه، وكذلك عملنا واحد اجتماع موسع مع الاطراف المعنيه على اساس عملنا واحد اللجنه اللي غتعمل متابعه الباقي استخلاصه في جميع تفاصيله واعلام الجهه المعنيه ها فين وصلت، ها شنو حققت، باش يمكننا يكون واحد النوع ديال المتابعه يعني الدقيقه والمفصله لكل العمليه. فيما يخص هذا الموضوع لا يمكن عزله عن سياقه كما قلنا. السياق اللي جاء فيه فعلا ان احنا الحزب الاول على مستوى النتائج في مدينه طنجه، مع الاسف لم يعني نتمكن من رئاسه اي مقاطعه ولا جماعه، وبالتالي كان عندنا ملف ديال الترشيح في مقاطعه ديال المدينه، واللي ياتينا كتشوف السياق كيفاش جا والتداعيات، وحنا باقي كنهضروا على النسخه اللي طلعات ديال المنتخبين ديال التنميه والتنبير. هذا هو الاشكال الحقيقي. كاين بعض الاعضاء اللي من داخل التحالف بجميع الاحزاب، لا سواء الاستقلال ولا الفام ولا الاحرار بنفسهم، كذا مشاو وحقوا واحد الرئاسه من حزب اخر من السي محمد شرقي. اذا هذا سياق، هذا السياق له تداعيات مما اثر سلبا على نفسيه المستشارين ديال الاحرار، وكذلك اثر سلبا كذلك على النسق السياسي في المجلس برمته، ونشبت صراعات هي اللي ذكرنا عليها في النقطه الاولى، الصراعات ما بين
العمده ما بين الاحرار، ما بين داخل با، ما بين داخل الاستقلال، وبالتالي هذه الخلخله للمشهد كانت قويه في خصوصا فيما يخص احزاب التحالف. هذا كانت عنده تداعيات. التداعيات هي اللي في اطار سياقاتها يعني مشات بنا الى انه دخلنا في ذلك الصراع. تن مؤخرا جلسنا كما قلت لك احزاب المنسقين الاقليميين على اساس اعاده النظر في الخلافات وكذا وهذا، وخرجنا على اساس انه اليوم مدينه طنجه، مواطنين مدينه طنجه كيلزمونا على اساس اننا ما نكونوش من المساهمين. اذا الثقه اللي عطاونا ما يمكنناش ان نردوها لهم بالصراعات والتجاذبات، ونخليو المصلحه ديال المدينه والمصلحه ديال المواطن في منأى على السياق اللي عطانا فيه الثقه ديالنا. مشينا على اساس انه دائما نبقاو في اطار السياقات. كان ديك المنصب الشاغر مشى على اساس انه يتعطى من اجل جلب الخواطر ونعملوا شويه ديال التوازن، يتعطى الاحرار. ولكن ما يمكنش كان يتعطى الاحرار وحنا كنا مازلنا نعيش ديك التداعيات، ديك التداعيات وديك السياق اللي كنت يعني تقريبا المواطنين في مدينه طنجه والمتتبعين للشان السياسي والمحلي في مدينه طنجه كانوا عارفين التفاصيل ديالو. اذا كنا مازلنا في ذلك السياق، وبالتالي اطراف كذلك عون التحالف اللي مشات بنفس العمليه اللي تمت فيها الرئاسه ديال مقاطعه المدينه، نعيد الكره في المنصب اللي كان شاغر على اساس انه يجيد التعامل مع الاطياف اللي كيطلع على الدم من طرف الاحزاب الاخرى، على اساس انه يتم جمعهم وعينه كذلك بالمنصب ديال الشاغر اللي كان ديال العمده. الاشكال الحقيقه سيدي عبد الله ماشي هو اليوم نحن، ولكن السي محمد في هذه النقطه هذه راه اعضاء من الاحرار ما صبتوا شيء على المرشح ديالهم اللي هو عبد الواحد والعيش، كاين بعض منهم غابوا بهذا الغياب طرح علامات استفهام ايضا. دابا حنا اليوم انا شنو قلت لك سيدي عبد الله باش نكونوا واضحين، السياق راه كان يتحدث عن نفسه. السياق تحدث عن نفسه، انا قلت لك اي الاخوان اللي كانوا داخل باقيين في ديك المنظومه ديال الصراعات مشاو مع الطرف اللي فاز بالرئاسه واضحه لهم. اذا انا اللي كنقول ما بقاوش يبكيو على الاطلال. اليوم راه ملي كتدير رئاسه نائي ماشي هذا المشكل. المشكل هو انه انت تراكم على نفسك مسؤوليه كبيره جدا. اليوم عم تذكروا شنو هي القيمه المضافه. اليوم عم تذكروا ان المسؤوليه على عاتق الجميع. المكتب كامل خصو يشتغل بما فيهم الذين لا بالمنصب الشهر. هذا هو الاشكال. كنشوفوا الغياب مجموعه اعضاء المكتب المسير ديال الجماعه سي محمد. دابا انا قلنا بغينا نطويو الصفحه ومشوا بمنطق ان الاسلام يجب ما قبله. وهذا هو المسار اللي اعتمدناه اليوم. جلسنا وقلت لك ملي جلسوا المنسقين وعملنا واحد يعني خطه الطريق اللي غنتمشاو عليها على اساس اليوم نحن نشرف على نهايه نصف الولايه، وبالتالي ما يمكنش نبقاو نمارسوا هذا العبث. وانا اسميه العبث. اليوم استحضرنا المسؤوليه الملقاه على عاتقنا، استحضرنا مصلحه المواطن، استحضرنا المصلحه ديال المدينه، استحضرنا الرهانات اللي غتعرف هذه المدينه، استحضرنا التحديات اللي مطروحه على هذه المدينه، وبالتالي كفى من العبث. بغينا اننا نبداو مسار جديد بمنطق تشاركي. اليوم كما كتشوفوا سيد عبد الله ويشوف متتبع الشان المحلي، اليوم فلسفه جديده في التدبير. عملنا على اساس ان اليوم الاغلبيه بغيناها انها تكون مترصه، كذلك تم انفتاح على المعارضه. اليوم قبل اي دوره نناقش ندعو الى يعني ندوه رؤساء الاحزاب السياسيه، نتذاكر معهم ونناقشهم في جدول الاعمال في التفاصيل، هذه اللي يمكن تجوز، هذه اللي ما يمكنش تجوز، كذلك حتى ديك اللي ما عندهمش فرقاء سياسيين اللي كيمثلوا احزاب يعني حتى هما استدعيناهم
وفي كل دوره كنستدعيهم على اساس اننا بغينا اليوم نشوف واحد الفلسفه ديال الاشراك الجامع، لان هذه ماشي مدينه الاغلبيه، ماشي مدينه المعارضه، هذه مدينه ديال الجميع، والمواطنين عطاو الثقه ديالهم للمجلس برمته، وبالتالي ما يمكنناش اننا نزيدوا على بعضنا او ننقصوا طرف دون اخر. بغينا اننا نشتغلوا في واحد المنظومه جماعه بنوع من التشارك، وهذا الشيء هذا هو اللي ماشي كنعملوا عليه. وهنا رساله جميع الاطراف ديال المجلس الموقر بجميع اطيافه دون يعني تلاوينه، هذه رساله اننا ندعو الجميع الى الاشتغال. هذه المدينه ديالكم، هذه الجماعه ديالكم، هذا المواطن ديالنا، حنا بغينا هذه المدينه تكون في المستوى، وبالتالي كفانا من الصراعات واليد مفتوحه للجميع، وحتى يتبوت العهد. هذا ما نقوله.